هنشم المشابيك ديالي، راه جيت للطبيب كيقول شكون على ود النية، ودابا غادي يديرو لي السرويط. قال لي الدكتور عيط لي السرويط حسب لقاوني مريضة. غنسى شارك معاكم كل شيء، شكرا لكم بزاف، ودابا نفسرلكم شنو كاين من خير ان شاء الله. يشوفني الطبيب ونفسرلك. شكرا شكرا. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ داخل المغرب خارج المغرب، نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله معكم اختكم فاطمه، يوميه فاطمه فتاه. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله خرجت عند الطبيب، هذا الطبيب عندي واحد الطوحه والله شحال هذه هي فيا، ودابا غنمشي للطبيب. قالوا لي سير للطبيب الودنين، انا غنمشي نشوف الطبيب الودنين شنو غايقول لي. نطلب الله على الخير يا ربي، ادعوا معايا خوتي، الله يجازيكم بخير المشاهدين ديالي والمتتبعين ديال يوميه فاطمه اختها. شكرا لكم بزاف بزاف. دابا انايا جايه تنسول على واحد الطبيب، قالوا لي كاين هنايا هذا شارع طريق جديده، وانا غادي دابا كندور في هذا الشارع نسول على الطبيب هنايا، قالوا لي كاين هنا، غنمشي نسول عليه، راه قربت حداه. ايوا هادشي اللي كاين، راكم عارفين الطبيب داخل كلش نصور تنخرج ونشارك معاكم داكشي اللي قال لي انا نقول لكم، كنشارك معاكم كل شيء، واخا هادشي ديال الطبيب وكنبغيش نشاركو معاكم، ولكن راكم خصكم كتبغي تشارك معاكم اي حاجه. هادشي اللي كاين، الله يشافي جميع المرضى يا ربي، يرفع علينا ربي هاد الوباء. هادشي اللي كاين، انا عندي واحد المشكله ديال الطوخه، هي اللي مبرطاني، ما تنقد لا نحني لا نعس على واحد الجنب الجهه، ما تنعش عليها، انا الشراسي الفوق بزاف مشاكل. ايوا دابا غنمشي نشوف الطبيب، وحا مشيت عند الطبيب العام ما دار لي شاي، شي نشوف هاد الاختصاصي شوف شنو غايقول ليا. وهاد الشي اللي كان غنتوما تطلع عليا الطونوبيلات تبارك الله، الشارع هذا كبير فيه الطونوبيلات بزاف. ايوا هاد الشي اللي كان اخوتي، شكرا لكم وانتوما معايا. داك الشي اللي كان انا غنشاركو معاكم، شنو قال لي الطبيب انا غنشاركو معاكم، وقلتلكم انا كنبغي نشارك معاكم كل شي، كنبغي نتبع على خوتي حتى حاجة. دعيو معايا الشفاء يا ربي، الله يشافي جميع المرضى. هانتوما راه باقية غادية عندو، باقي ملقيتوش. هذا دابا هذا الطريق الجديد، أنا داك الشارع اللي تيبان لكم غاندي، هما قالوا لي كاين تما في القنت. إوا أنا غنمشي لتما نسول عليه، ما عمري جيت عنده اول مره. الشي اللي كاين، كنتمنى الشفاء للجميع. قلت لكم اختكم فاطمه تبغي تشارك معكم داكشي اللي كاين، غنشاركو معكم. وهادشي اللي كان خوتي، سمحوا لي بزاف، الله يجازيكم بخير. الشي اللي كان خوتي، نتمناكم تدعيو معايا بالشفاء الشفاء يا رب. هاد الطوخه ما عرفتهاش مناش، انا رجعت معكم المشاهدين ديالي بعد ما رجعت من الطبيب. يلا رجعت شويه هذا من الطبيب، كيف قلت لكم كانت كضرني بالنيه. دابا تشوفوا درتكم معكم واحد اللقطات وانا غاديه في الطريق، راني قلت لكم السلام عليكم في الطريق وكل شيء، شاركت معكم وانا غادا عند الطبيب، وشاركت معكم واحد قلت لكم راني ما نصورش لداخل، ولكن صورت واحد القيطه، صورتني واحد السيده فرمليه تما قلت لك قابلوا تيقابل المرضى لداخل، صورتني مسكينه كنهضر ديك البلاصه اللي درت فيها الترويض، مع قال لي خصك ديري ترويض مع قلبني وداك الشيء، لقى عندي ودنيه هي اللي ضراني، واخا ما كنحس بها ما والو، المهم ضراني. قال لي عندك كاين واحد كيقولوا لها واحد داك الكويرات ولا بيبا ولا كيسميوهم واحد السميه، قال لي هي اللي تزعزعت لك من بلاصتها، هي دايره لك الدوخه. ايوا داكشي اللي كاين، وانا شاركت معكم الفيديو ديالي فين مشيت اليوم وشنو درت، مشيت عند الطبيب. راه واخا هذا ما تنبغيش نشاركو معكم، ولكن ضروري خصني نشارك معكم داكشي اللي زوين واللي خايب. قال لك السراء والضراء، الله يجعلنا ديما في السراء يا ربي، راه لا يوريها شي واحد. وراكم عارفين المرض ضروري، بنادم تا يمرض والحمد لله، اللهم لك الحمد على كل حال. واحد
ضروري تيمرض، حتى واحد ما تيبقى متينجا من المرض، ضروري المرض تابعنا. عندنا ما ندير، انا دابا هادي شي شهرين وانا مريضة، ماشي دابا، راه من العيد الصغير. العيد الصغير اللي وقع لي، وقع لي واحد النهار كنت ناعسة في الليل، وحليت عينيا لقيت عينيا كتمشي بيا. ديك الساعات حالتي كنت مريضة في دارنا، وقع لي داكشي. صافي تما مشيت للطبيب تمايا، ودوزت الطب العام وخرج لي الدواء وشربت الدواء، والو ما كاين حتى حاجه، الدواء ما دار لي حتى شي حاجه. وجيت عاوتاني وجا العيد، راكم عارفين، ما كنقول اليوم غدا، دابا نولي شويه، دابا نولي شويه. هادي شي يومين مشيت للطبيب ديال السنان، هو اللي عيجعني كاع دابا باش نمشي. ما كنت كنقول دابا تمشي، دابا تمشي. مشيت للطبيب ديال السنان، بقى كيسولني، قال لي واش ما مريضاش، ما بك والو. قلت له عندي واحد الدوخه هي اللي كاينه دايره ليا ملي نعست عنده هكا، وكيهضر معايا داك البلاصه البيت كيمشي بيا ويجي كله، داك البلاصه ديك كنحس بدوك الماء على قبالتي، وداك الماء طيرني كله تيتشقلب في قبالتي، عرفتي واحد الحاله درت تما. قلت له راني دابا كنهضر معاك، راني دايخه، راني دايخه. صافي هو ملي شافني هكا قال لي لا، ما نقل، ما ندير لك والو، سيري بعدا داوي الدوخه، سيري عند الطبيب شوفي من اش الدوخه، واش من الاعصاب، واش من الراس، واش من ودني. انت هو قال لي الودني، جيت صافي ما دوز ليش، ما حتى يضرب لي الشوكه، يا السنه راكم عارفين خصني نتعوج، خصني كشي اللي كان. وجيت في حالي، جيت مشيت دابا قلبت على الطبيب، حتى لقينا الطبيب ديال الودنين، ومشيت عنده دوزت ليهم، خرج لي شي دواء، غير شي جوج دوايات ماشي بزاف، هذا ما واحد جوج دوايات هما صافي غنشربهم. هذا قال لي شربي 15 يوم، وهذا 5 ايام. صافي الوراق كبيره من هنا، هادشي اللي كاين. المهم انا كنشارك معكم داكشي اللي كنت نشاركو معكم، كنتمنى الفيديو يعجبكم، نكون خفيفه ظريفه عليكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. كيف قلت لكم انا كنبغي نشارك معكم داكشي اللي كاين، كنبغي نشاركو معكم. هي هذه الورقه، ها هي الدواء، المهم الدواء ما خرجليش بزاف، غير جوج، كنبغيش انا الدواء بزاف. وقال لي نهار الاثنين رجعي عندي، وهادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف بزاف، كنتمنى الفيديو يعجبكم، كون خفيفه ظريفه عليكم، اختكم فاطمه تشارك معكم داكشي اللي كاين، كيف قلت لكم الزوينه والخايبه، مادام معكم في اليوتيوب والقناه وداكشي، كنبغي نشارك معكم الحياه ديالي شنو كاين فيها، وهادشي اللي كاين اخوتي. وشكرا لكم بزاف بزاف، باي باي عليكم، سلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف، وتابعوا الفيديو القطار القطار، راني بارطاجيت لكم القطار القطار تما، واحد القطه درتها في تما والطريق. المهم هضرت معاكم، قلت لكم فين مشيت فين جيت، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، سمحوا لي على هذا الفيديو، باي باي عليكم. ما تنسونيش من جيم فضلا وليس امرا، البارطاج التعليق ديالكم الزوينه اللي كتخليني مازال نزيد نعطيكم. وشكرا لكم، راكم عزاز وغاليين، السلام عليكم، ودعيو معايا بالشفاء.